خمسة أشياء لازم تعملها قبل دخول رمضان. أولا، قلل من وقتك على الإنترنت. رمضان ليس سوى شهر، ليس سوى 30 يوم وليلة، 720 ساعة ينقضي بعدها الموسم، ليربح فيه من ربح ويخسر فيه من خسر، فقلل من وقتك على الإنترنت. ثانيا، ادخل حسابك فورا وقم بحث المقاطع التي تحتوي على الغناء والمعازف وما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأنه والله ليس جميلا أن يدخل شهر رمضان وأنت تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وهناك سيئات جارية تلاحقك والسبب المقاطع التي تغضب الله في حسابك، فقم بحثها فورا. ثالثا، إياك أن يدخل شهر رمضان وأبواك زعلانان منك، قم بإرضائهما وطلب السماح منهما، فقم واعزم على برهما أبد الدهر، فحقهما هو أعظم حق بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. رابعا، قم بشراء مصحف صغير واحمله في جيبك دائما لتستغل جميع أوقات فراغك، فكلما وجدت وقت فيه فراغ أخرج المصحف واقرأ واستغل هذا الشهر في قراءة القرآن. خامسا، حدد الختمات التي تريد أن تقرأها في شهر رمضان، ختمة، ختمتان، ثلاث، عشر، أقل شيء ختمة واحدة، لأنه والله ليس صحيحا أن يخرج شهر رمضان ولم تختمه ولو لختمة واحدة، وإنما حدد لك برنامجا واستمر عليه، والله سبحانه وتعالى يعينك ويتقبل منك. وختاما، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.